بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم حته من الممنوعات موديل 2013 عربيه سليمه للاستاذ محمد سعيد من محافظه الجيزه. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه، ايه رايك في العربيه؟ الله اكبر عليه. تمام، عربيه كويسه الحمد لله. الحمد لله تمام. خدتها بالتقسيط المباشر على طول؟ دفعت واستلمت وانت واقف على طول؟ تمام. حد قال لك هنعمل عليك استعلام وبتاع؟ لا. تمام. دفعت المقدم كام؟ دفعت 30. دفعت 30000 جنيه واستلمت عربيه موديل 2013. تمام. طب ايه رايك في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض؟ الناس مليون على مليون والله. حد اثر معاك في اي حاجه؟ لا. محدش اثر معاك في اي حاجه خالص؟ طب حابينك تقول كلمه للناس اللي بتتابعنا دلوقتي، تقول لهم ايه؟ يا باشا، اي حد عايز يجي يشتري عربيه يجي نور الحق، ياخد عربيه من معرض غصن الزيتون. عربيه سوزوكي. سوزوكي. انت هنا في ارض الممنوعات. انت هنا فين؟ في ارض الممنوعات. تاخد حته من الممنوعات. تمام. حابينك برضو تشاركنا في الموضوع. امسك الميكروفون ده، قول كلمه كده خدتك للناس اللي بتتابعنا، تقول لهم ايه؟ والله اي شاب عايز يكافح وياخد عربيه بالتقسيط يجي للناس دي. الناس دي مظبوطه. تمام. وبصراحه ناس كويسه وعرباتهم كويسه، واديكم شايفين الدنيا مظبوطه هنا. تمام قوي. واهم حاجه بقى الراجل المحترم ده، راجل قد الدنيا كلها. تمام قوي. طيب الحاجه برضو حابينك كده تقولي كلمه للناس اللي بتتابعنا دلوقتي، تقولي ايه؟ انتوا ناس ذوق وادب واخلاق وكل حاجه، كفايه ذوقكم بصراحه. تمام. او خدت العربيه كده بالتقسيط؟ الحمد لله. الحمد لله. محدش اثر معاك في حاجه؟ لا الحمد لله. الحمد لله. مرضي اي حاجه من هنا؟ الحمد لله. مبسوطه يعني؟ الحمد لله. شكرا. الحمد لله. احنا مبسوطين ان احنا اتعاملنا معاكم وشفناكم. ماشي يا حاج. ماشي. عايز الله. مع السلامه.